بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس الخامس: استشعار عظمة الله في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجب على الحاج والمعتمر أن يؤدي حجه وعمرته ابتغاء وجه الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم ربه عز وجل ويجله، لأنه عظيم وهو أكبر من كل شيء، وهو عليم بما نفعل وما ننوي وما نقصد، عليم بذات الصدور. والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة، إذا كان الحسنة مثقال ذرة يضاعفها الله أضعافا كثيرة، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والله يضاعف إلى 10 أضعاف، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. فالخير كثير والحمد لله، ولكن يحتاج إلى احتساب وإلى مبادرة. استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا وسارعوا، لأن الفرصة تنتهي والأجل ينتهي. فعلى المسلم ما دام متمكنا أن يبادر ويكثر من طاعة الله عز وجل، لتكون زادا له عند الله. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، هي الزاد عند الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلى المسلم أن لا يحرم نفسه من الفرص المتاحة له في العمل الصالح، لأنها لا تدوم، ولأنه لا يدري هل يعيش بعدها أو لا يعيش. فعليه أن يبادر ما مكنه الله سبحانه وتعالى، بل يحسن العمل ويتقنه ويخلصه لله عز وجل. فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: من أسلم وجهه لله. هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهما شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. والعمل وإن كان قليلا إذا كان صالحا فإن الله يبارك فيه، فيبارك في مثقال الذرة ويجعله أضعافا كثيرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة، يعني تكن هذه الذرة حسنة، يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ففضل الله واسع، ولكن الإنسان هو الذي يضيع نفسه ويضيع وقته ويضيع فرصته، حتى إذا نزل به الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذه كلمة يقولها كل من حضره الموت من مؤمن وكافر. فالمؤمن يندم لا يكون ازداد من الحسنات، والكافر يندم لا يكون تاب إلى الله عز وجل.